الفاتحة إلى روح الشهيد السعيد محمد مشيمة وإلى جميع شهداء البحرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى الشهداء بين يدي أبي عبد الله الحسين وعلى أرواح شهداء البحرين. احنا يا سيدي كل هذا استلهمنا منك. قام شعب البحرين من أجل الظلم، قام شعب البحرين من أجل دفاعا عن الدين والعرض والأرض في وجه الاحتلال، قام شعب البحرين من أجل العدل والعدالة والمساواة للجميع، قام شعب البحرين بهذه الثورة من أجل إعلاء كلمة الحق ودفاعا عن الدين ودفاعا عن الأرض والعرض. فإحنا طبعا ما قدمناه من صفوة هذا البلد، ومثل ما ذكروا إلي بأحد سفراتي علماء كبار، قالوا أنتوا يا شعب البحرين من أعظم الناس طبعا موالين إلى أهل البيت، يعني أنتوا معروفين تاريخكم، ولو كلنا آباء الشهداء نكرر هذه الكلمة. إحنا مو حزينين، بالعكس احنا فخورين ونحمد الله ان اختار ابناءنا شهداء. وانا اقول لكم جميعا يا شعب البحرين، الان لو جاكم نداء حتى لو كان بالحلم من الى نصرة حفيد الحسين، في بيت في البحرين يبخل ان يقدم على الامام الحسين شهيد؟ بل نعطي ابناءنا فداء لسيدي ومولاي. احنا ماشيين على طريقك يا سيدي، ماشيين على نهجك، نقول للظالم لا، نقول للغادر لا، نقول للقاتل للنفس المحترمة لا، لقاتلها خلاص. تاريخ البحرين الآن عرف أمام العالم. احنا لو نجيبها بشكل مصغر يا شعب البحرين، في أب إذا غدر بأبنائه يحترمونه الناس؟ حتى أبنائه يحترمونه، مو بعد الناس. في أب إذا صار خلاف بينه وبين أبنائه يدخل داخل بيته ويقول له اضرب أبنائي، أو بالأكثر من هذا يعتقل ويقتل أبنائه، يحترمونه الناس؟ اللي حصل في البحرين شيء يعني الإنسان يندى له الجميل. يعني ما حصل في البحرين من انتهاكات وجرائم إلى الآن عداوة في الدين، ما في شيء ثاني. مثل ما عملت اليهود بالفلسطينيين أيضا فعل بشعب البحرين. الفلسطينيين اليهود جابوا اليهود من أجل وبنوا لهم مستوطنات، أيضا هذا النظام جاب المجنسين وبنى لهم مستوطنات، نفس العمل نفس المقارنة. جاب اليهود وقاتل المسلمين أيضا هني باسم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقتل المسلمين ويهدم مساجد المسلمين. هذا ما حصل في البحرين، سجل في التاريخ خلاص ما حد يقدر يشيله. اللي حصل من انتهاكات وجرائم خل لجنة بسيوني تنفعك أمام الله سبحانه وتعالى. الآن اللي قاعد يصير هي دماء الشهداء، الآن اللي قاعد يصير انتهاكات وأعراض الناس. لا يمكن للتراجع من شعب البحرين، لا يمكن أن إحنا نتخلى عن دفاعا عن الدين وعن العرض وعن الأرض. وأنا أقول لذلين راجعوا أنفسكم، اللي تعاونوا الكويتيين لما دخل جيش صدام شو يسمونهم؟ هذا لين منصفين؟ هذا لين شرفاء؟ انتون يطبق عليكم نفس الكلام. دخل جيش بالبحرين من السعودية،
الكل يدري اللي تعاون مع الجيش يسمونه شريف، اللي تعاون مع جيش الصهاينة في فلسطين وقاتل بأخوته الفلسطينيين وتعاون مع الصهاينة شو يسمونه شريف. إلى متى شعب البحرين رايح يتنازل يتراجع؟ لا يمكن. احنا نعرف مصيرنا الى اين، انتو احنا نعرف. الشهادة فخر، انا قدمت شهيد، مستعد اقدم 4 ابنائي، وما زلت اقول وانا في مسجد واقسمت بهذا الشيء، وكفاني فخر وانا وراهم بعد. احنا ما تهمنا الشهادة شنو، الانسان يموت عزيز. علمنا سيدي الحسين تموت عزيز، ما تعيش دليل. احنا عندنا ايمان، احنا نقاتلكم بسلاح الايمان، هذا الشيء انتم ما تفهمونه. احنا نعرف مع من سائرين، نعرف من هو قائدنا، نعرف من هو ورانا. احنا الله سبحانه وتعالى يحمي هذا الشعب، حتما سينتصر، هذا شيء معقود. انت ايش عندك مهما طغيت؟ الشاه كانت الناس اذا دخلت الى المجلس تحبي، مستحيل يشوف واحد واقف. نهايته شنو؟ صدام نهايته شنو؟ انت راح تكون احسن منهم؟ حسن مبارك نهايته شنو؟ الشعب لا يمكن يتراجع، الشعب لا يمكن ينكسر. الان هذا الحصار اللي تفعله على أهالي سترة، أحباءنا وأعزائنا أخواننا وأخواتنا، مدان ومرفوض جملة وتفصيلا حتى تحت أي ذريعة كانت. هناك أطفال، هناك نساء، هناك شياب، اعتقال أبرياء، وإحنا نعرف هذه المسرحيات. انتوا كذبتوا ما كذبتوا، حكومة عايشة، شعب البحرين عرف، حكومة البحرين معيشة هذا الشعب في كذبة كبيرة وما زالت تكذب. هذا أول مرة في التاريخ تحصل تفجيرات بدون صوت، هذا حتى دول الكبرى ما توصلت إلى هذه التوازن. كل التلفيقات كل هذه نفس سالفة المطعم في التسعينات، واعتقلوا الأبرياء وراحوا ضحايا، وأخيرا انتهت في كذبة ملفقة. أبيام المطعم الكل رآها، والمطعم رآه من الحرق شنو صاير، والملابس مال الضحايا على هيئته، ما دي يمكن بعد ضد الحريق. على العموم أبا الشهيد لا تزعل، شعب البحرين انت قدمت شيء مهم، أغلى ما عندك، وإحنا نأخذ هذا الشيء من الإمام الحسين. أبناءنا شنو تساوي تحت علي الأكبر؟ شنو تساوي تحت القاسم؟ إحنا هذا لين قدوتنا، وهذا لين يتكفلون بشهدائنا، وهذا لين. الآن إحنا ما قدرنا نلحق على الإمام الحسين، بس ننصر حفيد الحسين، وهو اللي يتكفل بشهدائنا، وهو اللي يتكفل وعينه على هذين الشباب المحروسين. احنا الان ندافع عن هذا الجيل، هذا الجيل احنا ما نبايع القتلة، هذا الجيل لا يمكن يبايع انسان قاتل، لا يمكن يبايع انسان غادر. كفى، عاهدناكم وسالمناكم وتنازلنا كثير عن حقوقنا، كثير قدم شعب البحرين من تنازلات، بس شعب البحرين لا يعرف الدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.